هذا رياضي تابعين لمؤسسة الحياة مجموعة الحياة من حي القابون، وهلا الحمد لله جهزنا فريق. تقريبا صرنا نتمرن شي 4 أشهر وكوننا فريق من 12 لاعب تقريبا، وشكلنا فريق للشباب والناشئين كمان تابعين لمؤسسة الحياة، وبدنا نشارك ان شاء الله بالدوري بالمهرجان تحت بالغوطة، وان شاء الله نقدم مستوى طيب لبلدنا، وان شاء الله يعني نقدم ابتسامة، نوع من الابتسامة للعالم يعني. كنت ألعب مع نادي حمورية قبل الأحداث، ولكن بسبب الثورة هيك انتقلنا على الأبون. نحن كان عندنا منشأ ملعب رياضي بحمورية، تقريبا انه القصف والكذا تهدم واغلب اللاعبين استشهدوا، انتقلنا هون على الأبون ورجعنا هلا من جديد عم ننمي هالرياضة. سوينا فريق نادي الحياة، انا لاعب بالنادي ومدير الفني للنادي. أربعة بلش التمرين، يعني 3:30 اللي عاد برأس الحياة باخذون.